مهندس سامي عبد الله الياقوت، مدير الأمن في شركة نفط الكويت. بناء على تشكيل لجنة إزالة المخيمات المخالفة في مواقع شركة نفط الكويت، اليوم كان عندنا لقاء تنسيقي مع بلدية الكويت حول الاشتراطات الجديدة التي وضعتها البلدية لتنظيم عملية التخييم، والنظر في إمكانية التنسيق وتبادل الخبرات في هذا المضمار. شركة نفط الكويت سوف تقوم بالتعامل مع جميع المخالفات بجدية، وحرصها على أمن وسلامة المواطنين وأبنائهم في من الاقتراب من منشآتها. كان لنا تجربة سابقة العام الماضي، تم إزالة العديد من المخيمات في المواقع القريبة من منشآت شركة نفط الكويت، وهذا التنسيق سوف يستمر هذه السنة وكل سنة إن شاء الله مع الإخوان في بلدية الكويت. وشكرا.